طيب معانا على الهاتف سفيرنا العزيز مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون. يا فندم صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور دايما. صباح الفل كابتن كريم، ومسي على استضافتك على قناتنا الوطنيه الجميله القناه الاولى. شرف لينا يا فندم، سعاده ان اكون معاك النهارده. شرف لينا. الصوت بس يا فندم لو تسمح واطي شويه. بقول لحضرتك انا سعيد جدا ان انا اكون على القناه الاولى مع حضرتك، يعني قناتنا كلنا من السعداء بيها دايما. شرف لينا يا فندم. عايز اتكلم مع حضرتك في امور كتيره، بس للاسف الكلام عن كورونا كل يوم بقت الاخبار كتيره قوي في كاس الامم الافريقيه. ايه الوضع حاليا بالنسبه لكل المنتخبات وبالتاكيد منتخبنا الوطني فيما يخص الاصابات بفيروس كورونا؟ الحقيقه انا مش هتكلم عن المنتخبات الاخرى لان الكلام كتير جدا وفي كتير من القيل والقال، وبعضها خطط مدربين وبعضها وقائع حقيقيه، لان مفيش عندي مصادر رسميه اقدر استند اليها. في اتكلم بالنسبه لبعثتنا، كنا منتظرين النهارده ان يتم اجراء المسحه الرسميه للمباراه، ولكن تقرر تاجيلها الغد. بمعنى اخر الكاف لم يرسل لجانه لاخذ العينات، وبالتالي فهي في الاغلب هتبقى بكره. لكن عايز اطمن الجمهور واطمن حضرتك والمشاهدين ان في حاجتين. اول حاجه ان البعثه بتقوم باجراء مسح يوميه للاعبين من واقع الكيتس اللي معاهم هم، يعني معاهم مهمات يستطيعوا ان هم ياخذوا بيها العينه وتبين اذا كان في اي تحليل ايجابي لا قدر الله. الحمد لله اخر تحليل اجرته البعثه للاعبين كله سلبي زي الفل الحمد لله. يضاف الى هذا الى ان هو ما فيش اي احتكاك مع اي حد من بره الجهاز والفندق وكده، لان زي ما حضرتك عارف ان الفندق باكمله البعثه المصريه، يعني ما فيش نزيل اخر في الفندق، وبالتالي ما فيش ضيف اخر بيخش الفندق. بنامل ان شاء الله ان يعني مسحتنا بكره فيما يتعلق بالكورونا تكون سلبيه للجميع، بحيث ان احنا نطمن بالنسبه للمباراه ان مش هيكون في اي يعني تغيير خططي مضطرين اليه نتيجه اي اصابات لا قدر الله. طيب سؤال يتعلق باجراءات وزاره الصحه في الكاميرون، لو لا قدر الله اصيب لاعب بكورونا في منتخب مصر او غيره من المنتخبات، يعني بياخد قد ايه وقت انه هو يفضل في الحجر او في الحجر الصحي؟ يعني هل بعد قبل كل مباراه هيعمل مسحه لو طلعت سلبيه خلاص يلعب، ولا لازم يقعد 10 ايام لاسبوعين؟ هو بيتم الحجر على اللاعب بالاتفاق طبعا مع الكاف، يعني الحاجات دي كلها لا تتعلق باجراءات وزاره الصحه الكاميرونيه، لان وزاره الصحه الكاميرونيه هنا ما هي الا منفذ لتعليمات الكاف. فالكاف هو اللي بياخد الاجراء، لكن بوجه عام لا يسمح بانضمام اي لاعب ما لم يقم باجراء مسحه نتيجتها سلبيه. طول ما مسحته ايجابيه يبقى هو مش موجود في الصوره خالص الى ان تصدر عينه ايجابيه سلبيه، ساعتها يقدر يرجع ينضم تاني لمنتخب بلاده او للجهاز الفني. عشان كده احنا مستنيين اذا كان يعني اللاعبين او بعض افراد الجهاز الفني والاداري عندنا اذا قاموا باجراء مسحه وطلعت نتيجتها سلبيه فممكن يلحقوا بالمنتخب هنا عندنا في ذروه، ولكن في هذه الحاله طبعا نظرا لعدم وجود طائره مباشره بقى هيبقى عن طريق اما ياوندي او دوالا ثم طائره اخرى الى ذروه ان شاء الله. ان شاء الله. الوضع بالنسبه لحضرتك، حضرتك التقيت المنتخب المصري ولا لسه؟ طبعا انا معاهم، كنت طول النهار امبارح من ساعه ما وصلوا الحمد لله استقبلناهم، وكان معايا محافظ ذروه اللي هو اكبر شخصيه سياسيه في المدينه، بالاضافه الى بعض الشخصيات السياسيه الاخرى والعامه اللي حضرت مخصوص من ياوندي علشان تكون في شرف استقبال المنتخب. يعني عشان اوضح لحضرتك يعني حضروا، احنا بنتكلم في 1100 كيلو تقريبا من ياوندي العاصمه الى ذروه. عظيم. يعني عشان حضرتك تقريبا من اسكندريه لاسوان. عظيم. المسافه. عظيم جدا. عشان حضرتك تتخيل يعني هم المجهود اللي بذلوه عشان يكونوا موجودين. انتهت الاجراءات في خلال الحمد لله نص ساعه، انا فضلت ان احنا نتحرك مباشره، اللاعبين ياخذوا
الاتوبيس ويتحركوا ناحيه الفندق، والشنط تبقى تحصلنا، والمهمات والاغذيه والمشروبات اللي جايبينها معاهم لا يحصلنا بعد كده في سياره اخرى. وده اللي تم فعلا. ففي خلال نص ساعه كنا يعني من نزول من الطياره، بعد نص ساعه كنا موجودين في الفندق الحمد لله. حضرتك اخر مداخله كانت الحمد لله كله كان كويس. النهارده كان في اول يوم تدريب، والتدريب كان الساعه 5 بتوقيت الكاميرون يعني 6 بتوقيت مصر، وده كان ميعاد متميز جدا انا كنت سعيد بيه، لان هو ده نفس الميعاد اللي هنلعب بيه مباراتنا الاولى مع المنتخب النيجيري. الكابتن كيروش عمل تقسيمه بين اللاعبين، وضح فيها بعض الخطط اللي هو بيحاول ينفذها، كان بيوقف كل شويه عشان ينبه بعض اللاعبين لبعض الخطط او المهاريات اللي طالبها منهم او متوقعها منهم او عايزهم يتفادوها اذا كان في اخطاء. عشان كده حتى لم يسمح بتواجد الاجهزه الاعلاميه بعد اول ربع ساعه، يعني تركوهم ربع ساعه في الاول يصوروا النجوم والمنتخب وبعض التدريبات، يعني تمارين الاحماء الاولانيه. وفيما يتعلق بالخطط والتكتيكات والتدريب الحقيقي، فطلب من وسائل الاعلام مغادره الملعب، والامن التزم فورا وخرج كل هذه الاجهزه والمعدات والمصورين وغيره، واستمر الكابتن كيروش في تدريباته لمده حوالي ساعه ونصف او ساعتين الا، وغادر الجميع بسلامه الله عائدا الى الفندق عشان الميعاد العشاء والاستعداد ليوم غد. يوم غد التدريب هيبقى في حدود الساعه 6:30 بتوقيت الكاميرون، يعني 7:30 بتوقيت مصر. ويعني حتى هذه اللحظه في ربما بعض التمارين الصباحيه اللي هيقوم بيها الكابتن كيروش لاعضاء المنتخب قبل التدريب المسائي اللي زي ما قلت لحضرتك عليه. انا معاهم من اول دقيقه وبحاول ان انا اطمئن على سير كل حاجه. وانا اخر حاجه الحقيقه قبل ما اغادر النهارده بعد انتهاء التدريب سالت الكابتن وائل الجمعه اذا كان في اي حاجه محتاجينها او في تقصير من الجهات الكاميرونيه في اي شيء من الطلبات. الحقيقه قال لي ان الامور على ما يرام. طبعا خلينا نكون واضحين ان الكابتن وائل والمنتخب واعضاء وجهازه الفني فاهمين ان احنا في دوله بتسعى انها تكون في مكان كويس، ولكن لا يمكن عشان نكون امناء نقارنها بمصر والامكانيات اللي موجوده عندنا والتقدم اللي موجود في بلدنا. بنحمد ربنا على نعمه مصر زي ما بنقول، لان طبعا الواحد لما بيشوف هذه البلاد والاجتهاد اللي بتعمله عشان تعمل حاجات ما نراه او ما نتوقعه نحن من بديهيات، فبنقول الحمد لله، وبنقول ان يعني ربنا يديم علينا نعمه التقدم والرخاء اللي احنا بنحاول ان احنا نسعى اليه ان شاء الله دايما. حصلنا على كام تيشيرت من محمد صلاح لحد دلوقتي؟ ولا واحد. هو غسيل قوي في موضوع التيشيرتات ده لسه. لا الحقيقه انا ما طلبتش منه اي حاجه، لان انا يهمني ان هو يكون مركز في المباراه. كلنا الحقيقه يعني تركيزنا جميعا على المباراه الاولى بتاعتنا ان شاء الله. انا فارق كده الامور انا فارق معايا يا فندم، هنبتدي نظبط الدنيا. بس الحقيقه يعني اقول لحضرتك حاجه، بما ان حضرتك ذكرت موضوع التيشيرتات فانا عشان اقول لحضرتك مدى الجديه والالتزام اللي موجودين فيه اللاعبين والجهاز الفني. الحقيقه انا تصورت كنت مع كابتن محمد صلاح، فطلبت منه يعني في الثانيه بتاعت الصوره اللي هتلتقطها زوجتي، قلت له يعني لو تفك بس الماسك ده، فرفض بهباء وشنم وقال لي ما اقدرش اشيله خالص ولو حتى للثانيه بتاعت الصوره. فالحقيقه انا اكبرت في التزامه بالتعليمات وعدم، يعني هو ما بيشيلش الماسك غير وهو في اللحظه اللي بياكل فيها، او طبعا لما بيخش اوضته وبيقفل بابها. لكن الحقيقه مش بس هو، الحقيقه هم ولو كابتن وائل او كابتن كيروش ظبطوا لعيب منزل بس شويه الماسك على طول يزعقوا له على طول يجبروه على لبس الماسك. وده الحمد لله حتى هذه اللحظه حمانه من اي يعني امراض لا قدر الله، وان شاء الله نفضل كده لحد النهايه باذن الله، ونرجع لجمهورنا الكاس يوم 6 فبراير باذن الله ان شاء الله. السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.